السلام عليكم حبيباتي صحباتي اخواتي المتابعات. اليوم سوف أقدم لكم هذا الفيديو خاص بإعادة تدوير كرتونات مناديل مطبخ، نحولها إلى منظمات حاملات الأقلام ولا أي حاجة، نغلفهم بهذا الميكروفيبر هذا الموف والأورانج والروز، وبعد نولي لكم الفيديو. أنا رجعت لكم الفيديو بعد ما قصيت هذوك الكرتونات هذو ودرت لهم غطاء من سديتهم من تحت، يعني سديتهم في ثلاثة لصقتهم، وكم بنتي رقدت دوك انا نلصقهم. دوك نغلف هذا الكرتون، نديرهم منظمات ونديرهم 3 كولور روز اورانج وموف، نغلفهم ونعدلهم ونرجع لكم الفيديو. هاي بعد هاني وليت لكم الفيديو، وهذا هو الشكل النهائي تاع هذا المنظم بعد ما نبهيتو ديكوريتو. راح ندير فيه الأقلام، هذا هو المنظم تاع اليوم. نتمنى ينال رضاكم واعجابكم وتعطيني تحطوا لي لايكات والاشتراكات وتديروا لي تعليق بيان سور لي فان تاعي ومن بينهم خويا نشكرها بزاف بها بصحاباتي دائمات، ونقول لهم نقول لهم شكرا على تشجيعاتكم ليا، وعلى بها كذا ندير الاستمرارية وكذا ساعة على ساعة ندير به ما نفشلش. ديروا لي التعليقات تاعكم نحتاجهم، وهذا هو العمل تاع اليوم. ونتمنى لكم حظ سعيد ولي فان تاعي ولي ومشاهدين كل اللي شاهدوني القدام والجدد، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.